الشيطان فعلها شطنة، ومقصوده أو المعنى الفعل البعد. يقول عنترة في معلقته: أشطأن بئر في لبان الأدهم، يعني حبال بعيدة تصل إلى قعر البئر. وكتب الله جل وعلا أن الشيطان يخرج من رحمته، يطرد من رحمته، فحنق وتوعد وقال يوم أن كان بين يدي الله، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أذن الله قدرا أن يتسلط الشيطان بعض الشيء على العباد، ومنتهى تسلطه الوسوسة، بدليل أنه يوم القيامة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فليس له سلطان أكثر من الوسوسة، وهذه الوسوسة تنقطع أثرها إلى الوصول إلى قصده الأعظم وهو الإشراك بالله عن عباد الله المخلصين، لأن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال بعدها: وكفى بربك وكيلا. هنا يقول الله يعلم أولياءه، يعلم المؤمنين ماذا يكون منهم إن جاءت الوسوسة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون.